عادي ذا عاد خصمه عادي ذا انتبهوا هو مسافر من هنا لا راح الى الطائف عندي شغل بطلع البيشه ومعي كابرس قديم بس يوصل نص الطريق والله يطفى علي فجاه طفى لا عاد يمشي اشغل كلش ميت الا ما اشتري احد اشتري لهم اشتري مع الخط ما حد وقف لي شو ولا بدي اكل باكستاني مع التريلا لا يوم لبق ما لبق عندي لبق قدام وجع رجلي يوم جيته قال ايش في صديق قلت له والله السياره خربانه قال طيب ايش انا مشكله ما في انا ما في ميكانيكي قلت له ابغى نسحبها نرجع اول محطه وننزلها عندها قال انت موجود حب قلت له والله قال خلاص ابغى اسحبها على التريلا اسحب لي اسحب لي اسحب لي المحطه قال خلاص ما في مشكله قلت يلا ونجي نربطها ويمش امشي الرجال والله امشي يعني حليو 60 70 التريلا محمله في محطة أشول ورا يمكنها 4 كيلو 5 كيلو محطة أبو هادف استريح أبو هادف الرجال هادف بس استريح خلاص خلاص بس اسلم اسلم الرجال أقبع على المحطة مشترح خاطر مشترح محطة كبيرة وفيها ورش أكيد بصرح موتر أنا متوقع أن الموتر خابر الدين ومحقق مهوب وسحب بطارية الظاهر أشول محطة محطة مطر يا ولد كيف أكبس له كيف أكلمه لما أقدر أكلمه انت الحين شابك السياره وماشي عارف الغبار يسحب الرجال وتعدى المحطه وواصل صجه بوري يا رجال موته ما يشتغل طافي مره بوري ما في كهرب ما في كهرب ما في وحتى ظلام ما في ولا افتح الباب القداح افتح افتح الباب يا صديق يا صديق يا ولد يا صديق لا اخذ المويه قواري حذف وش حذف تخلي وتلاطم امك لا يسمع صوت ولا بدل اقبلت على عشيره بدل خاص والله ما اذكرني الله اكبر من منا حول 250 كيلو اعوذ بالله اي والله ويسحب ولا لبق المحطه ولا شيء لبق على الخط ما ادري ايش يبي يوم شكل استغفر الله يمسك راسه انت موجود نسي نسي استغفر الله يقوم يدك انت موجود معلش يا بابا معلش غير امسك قلت يا اخي شو كذا قال والله انا ما في معلومه بس يفكرون العمار والله انا ما في معلومه معليش معليش الحمد لله الحمد لله خلاص انا قدام قدام قلت اقرب محطه قال طيب وين عندك محطه وينزلني يوم جاء قال انا لازم اصلح سياره ما يمشي لين يصلح الموتر انا لازم اصلح سياره سياره انا لازم اصلح فلوس انا طيب انت موت ممكن هذا حبل قطع سياره موت انت لا يوم قاعد تشكيلي قلت ابد صديق انت بس وسط محطه الله يستر عليك روح روح قال استغفر الله معليش يا بابا معليش يا بابا قلت الله يستر عليك قلب الفك ما كان هذا يا والله جد يا كابس انه يقول كذا وراه هو الموقف